عندي لهون اول شيء بتبلش من اليسار. بسم الله الرحمن الرحيم، انا صدام العاشق مدير مدرسه سعيد بن عامر. طبعا المدرسه كانت موجوده بخان العسل، تم تهجيرنا من قبل النظام المجرم وشتت الناس في كل بقاع المحرر. جينا سكننا بقلعه درعمان، انشانا مدرسه سعيد بن عامر، حافظنا على نفس الاسم. قمنا بشراء الخيم، الطاقم التدريسي قام جمعنا مبالغ ماليه بسيطه، قمنا بشراء خيم. للاسف الخيم لا تقي لا من حراره الشمس ولا من برد الشتاء، ولكن هذا ما استطعنا فعله. طبعا مديرية التربيه ما قصرت مع المدارس بشكل عام، ولكن ليس لديها الامكانيات الماديه بحيث انه توفر للمدرسه مقاعد او سبورات او قرطاسيه للطلاب وما شابه من هذه الامور. المدرسه فيها 150 طالب مؤلفه من 7 شعب، 4 شعب في مخيم درعمان و3 شعب في مخيم الجزيره والفرات. طبعا احنا واصلنا عمليه التعليم في المدرسه، مثل ما قلت لك استاذنا الحبيب، جمعنا مبالغ ماليه واشترينا الخيم بحيث انه يعني نخلي الطلاب دائما يعني متواصلين مع عمليه التعليم، ما ينسوا المعلومات اللي اخذوها بالسابق، ويكون الطفل يحصل على ابسط حق من حقوقه انه هو التعلم، وبحيث انه يحقق يكون له مستقبل في الايام القادمه. طبعا حتى الرواتب الممنوحه للاساتذه في المدرسه يعني هي يعني تكاد لا تسد الرمق القليل جدا، يعني الراتب ممكن ما يكفي المعلم اول 5 ايام اول 10 ايام في الشهر. لذلك المعلمون يعيشون حياه جدا صعبه. يعني عمليه التعليم في خاصه في المخيمات وفي المناطق المحرره بشكل عام يعني يكاد يكون اشبه بالكفاح او النحت في الصخر. طبعا حتى الاطفال في المدرسه يعيشون مأساة كبيرة جدا، يعني المأساة لا تنتهي، تبدأ في البيت وتنتهي في المدرسة، أو تبدأ في المدرسة وتنتهي في البيت. أينما ذهب الطالب أو التلميذ أو الطفل يجد أمامه معاناة، يدخل في المدرسة يجدها خيمة لا تصد أشعة الشمس ولا تقي من برد الشتاء، ثم يذهب إلى البيت يجد البيت بنفس الخيمة أو خيمة مشابهة تماما، لا تصد حرارة الشمس ولا أشعة الشمس ولا برد الشتاء. وهذه معاناة الأطفال، تجد الأطفال يسكنون هنا بين الحجارة بين الصخر في الجبال، وموجود هنا يعني حشرات ضارة مثل العقارب، أحيانا موجود أفاعي، يعني تم لدغ بعض الأطفال وإسعافهم إلى المشافي وعناية مشددة 2 أو 3 وهكذا. طبعا هذا الأطفال اجتمعوا من تقريبا عدة مناطق من سوريا، ريف حلب مثلا، ريف حلب الجنوبي، ريف حلب الغربي، حمص مثلا، عدة مناطق. هؤلاء الأطفال لا يملكون حتى أن لا يملك الأب أو ولي الأمر لا يملك القدرة على شراء حتى دفتر صغير لابنه أو قلم. يأتي الطالب إلى المدرسة بدون قلم بدون دفتر، لأنه يعني المعيل لهذا الطفل يعني يدوب يلحق قوته اليومي، لا يملك أن يؤمن قوته بشكل يومي بسبب عدم وجود العمل والسكن في هذه المناطق المغفرة. هذه المعاناة تبدأ ولا تنتهي، معاناة المعلمين، معاناة التلاميذ، معاناة الأهالي. نتمنى من الجهات الداعمة تدعم مديرات التربية في المناطق المحررة وخاصة مدارس المخيمات، بحيث أنه تتوفر خيم على الأقل يمكن التدريس فيها بسبب لحتى نحسن نطبق قواعد التباعد بسبب مرض كورونا، لأن الخيم الموجودة حاليا يعني هي من النوع الرديء جدا حتى لا تصلح للاستخدام البشري، ولكن يعني استخدمناها لأنه ما في اليد حيلة إلا هذا الأمر. حتى يعني نريد جهات تدعم التلاميذ من حيث تأمين القرطاسية، لأن الطفل يذهب إلى البيت أهل الطفل لا يستطيعون تأمين أي حاجة من حاجيات المدرسة، لا حقيبة ولا دفتر ولا قلم ولا أي شيء آخر. يعني حتى الأطفال في هذه المدرسة محرومون من كل حقوق الطفولة، حق اللعب مثلا، حق التعلم، حق يعني ما لا يوجد أي شيء. يعني استاذ الحبيب لما تشوف الناس كيف ساكنه في المخيمات بين الصخور في الجبال، يعني الامر فعلا يبكي الصخر. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله. وضمائر الرفع المنفصله، ضمائر الرفع المنفصله تقسم ضمائر الرفع المنفصله الى 3 اقسام: كبيره، اي كبيره، اي صغيره، اي صغيره. رح نرسم لكم هون
المعلم أحمد العليم، مقيم في قرية تلعادة، مدرس لغة إنجليزية في مدرسة سعيد بن عامر. طبعا أنا أعمل كمتطوع في هاي المدرسة، لم أتقاضى أي راتب أو مدخول شهري. طبعا مثل ما شايفين هون في الصف، يعني الصف يفتقر لأبسط حاجات التعليم كسبورة أو كدفاتر للطلاب، فما عندهم أي شيء يساعدهم على عملية التعليم. والأرض يعني نحن مقبلين على فصل الشتاء، أكيد فصل الشتاء قاسي بهاي السنة، فيعني ما في لا تدفئة لا في شيء. يعني نحن ذكرنا أنه حتى دفاتر أو أقلام للطلاب ما في، لباس للطلاب حتى أنه فصل الشتاء بارد كتير، ويعني الخيم كتير تدريس فيها صعب. يعني ممكن تواجد في الصف فارق في العمر بين الطلاب، ممكن واحد يكون عمره 10 سنين وهو صف أول، ففي فرق كبير بين الطلاب. وظروف معيشية قاسية يعني عم بتمر على الكل، يعني ممكن الطالب ما يكون عنده حق دفتر أو قلم، فهذا وضع المدرسة كتير صعب. طبعا هون الطلاب مثل ما كنتم شايفين، يعني الصف ما في حتى مقاعد، مثل ما كنتم شايفين الطلاب قاعدين على القرميد، فيعني نحن بحاجة في هالمدرسة لكتير شغلات، مثل يعني المقاعد، مثل السبورة، مثل يعني وسائل التدفئة. أنا بتمنى من الجهات الداعمة في المحرر عنا هون إنه يقدموا لنا لهالمدرسة، أو يقدموا لهالمدرسة أبسط وسائل الدعم، مثل مقاعد، مثل سبورة، أقلام، دفاتر للطلاب. يعني المدرسة بحاجة لكتير شغلات، فبتمنى إنه من الجهات الداعمة إنه توصل رسالتنا هاي وتسمع رسالتنا، عسى إنه تكون المدرسة تنجح المدرسة وتصير يعني أفضل بكثير. طبعاً نحن هون قلنا لكم في طلاب، في كتير تسيب من الطلاب، ممكن تواجد أمراض، ممكن تواجد أعداد كبيرة من الطلاب، فالخيمة يعني مثل ما كنا شايفين يعني صغيرة كتير، يعني ما فيها لا مقاعد لا شيء لا أبدا. يلا بعده. اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. أربعة زائد اثنان. أنا اسمي ريم العاشق من طلب ضمان رجل، وأتمنى ندرس مدرسة منيحة مو خيم وشمس كمان، وما في عنا مقاعد، وأتمنى يكون عنا سبورة كمان، ونلعب مثل رفقاتنا ومثل المدارس اللي كانت من زمان، وأحب المدرسة أنا كتير، وأتمنى أكون بالمستقبل دكتورة. أتمنى إنه يكون عنا بيت نحمينا مرض الشتاء، وكمان عندنا مقاعد نقعد عليها مثل باقي المدارس، وكمان يزبطوا لنا مدرسة منيحة كمان نلعب فيها مثل باقي الطلاب كمان. وبكرة رح يجينا الشتاء برد، وبكرة الصيف بعده صيف، وكمان صيف شوب، وما بنحسب هذا الخيم لأنه خيم دخل علينا الشوب. بنتي كان نقول هو طالب نشيط، هو